السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأحسن حال. بتجيني أسئلة كتير جدا عن موضوع اتكلمنا عنه قبل كده وعملت عنه كذا فيديو، بس برضو بتجيني أسئلة. وأهم سؤال إيه هو العلاج؟ اللي بيسأل عايز يعرف إيه العلاج بالظبط، وطبعا معرفة العلاج بالظبط وبالتحديد بتحتاج إن الطبيب يشوف المريض وجها لوجه، لأنها مهمة جدا. يشوف طوله ووزنه وعرضه ووضعه الاجتماعي، متزوج مش متزوج، كبير السن صغير السن، الحاجات دي كلها، ويكشف عليه، يعرف عنده حاجة قبل كده، عنده مرض تاني يتعارض مع الدواء أو لا. أمور كتيرة الطبيب بيحتاجها عشان يدي العلاج المظبوط. شرحنا كده، بس برضه ناس بتحب تقول لك طب انا اخد ايه بالظبط، او انا خدت كذا وما استفدتش. فعشان كده قلت اعمل هذا الفيديو عن علاج السيلان. انا بعالج السيلان ازاي؟ اللي بيجيني وعنده سيلان، وانا شرحت قبل كده في حاجات معينه جنب العلاج الدوائي، لان الجسم لو ما كانش مهيأ او في وضع جيد ما بيستجبش بشكل جيد للعلاج. لكن العلاج أنا اللي بديه هو كالآتي، مع العلم بأن دي مجرد حاجة استرشادية وليست وصفة طبية، وأنا غير مسؤول عن اللي يروح للصيدلية وياخد العلاج كما هو. ده بس مجرد استرشاد، لكن في النهاية الطريقة الصح أنك أنت بتروح لطبيب عندك بيكشف عليك، بيشوف حالتك كل من أولها لآخرها، بيشوف حالتك الصحية عامة، وبيديك العلاج بناء عليه. لكن أنا بدي العلاج كالآتي: اللي بيجيني بمرض السيلان وتيقن إنه مرض السيلان، بديله حقن سيفترياكزون، اسمها التجاري روسيفين أو أي اسم تجاري، المهم إنها تكون إيه؟ حقن سيفترياكزون. الجرعة بتاعتها بتتوقف على حجم الإنسان ووزنه، اللي حجمه عادي بياخد 3 أرباع جرام 750 ملي جرام، واللي كبير أو ضخم شوية بياخد جرام. حقنة مرة واحدة بياخدها في العضل. هي أحيانا بتبقى مؤلمة شوية، لكن أنا بالنسبة لي أنا في عندي طريقة وتركيبة خلطة معينة بحيث ما بتبقاش مؤلمة. ديت بخصوص حقنة السيفترياكزون. معاها المريض بياخد حاجة من اتنين: يا بديله دوكسيسايكلين 3 مرات في اليوم بعد الأكل، ده نوع، يا بديله أزيثروميسين كبسولة واحدة يوميا لمدة 3 أيام أو لمدة 6 أيام حسب الحال. يبقى ده ملخص للعلاج. حقنة سيفترياكزون الجرعة بتاعتها حسب وزن الإنسان تقريبا، بالنسبة للرجل الجرعة من 750 ميلي جرام إلى 1000 ميلي جرام، مع يا إما دوكسيسايكلين كبسول 3 مرات يوميا، يا اما ازيثروميسين كبسول حبه يوميا لمده 3 ايام او 6 ايام احيانا. دي طريقه العلاج اللي انا بتبعها وبتجيب نتيجه معايا في الناس اللي هنا في حوالي 95% من الحالات. في احيان كتيره انا بخلط هذا العلاج مع علاج تاني، احيانا بدي سبلمنت عشان يهيئ الجسم، بطلب من الشخص انه يمتنع عن الممارسه الجنسيه لمده اسبوع، بطلب منه ان يجيب شريكة حياته او شريكته الجنسية عشان تاخد العلاج. العيان اللي ما بيلتزمش بالكلام ده انا مش مسؤول اذا كان يخف او ما يخفش، وفي النهاية الشفاء ده بيد الله سبحانه وتعالى، لكن اللي اتبع الاصول في الغالب ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه للشفاء والعلاج التام. ده ملخص عملته فيديو عشان اللي يسألني بعد كده اروح بعت له اللينك بتاع الفيديو. وزي ما قلت قبل كده ان احنا ابتدينا نظام اسلوب حياه صحي هيلثي لايف ستايل، فياريت تتبعونا والوقايه خير من العلاج. اللي يمشي مع اسلوب الحياه الصحي اللي انا بقول عليه في الغالب هيحقق قدره على مقاومه الامراض بنسبه 80 او 90%، وفي النهايه برضه هيحقق ان هو يظل صحيح وسليم لفتره الى ان يشاء الله. فان شاء الله تابعوني في حلقاتي الخاصه باسلوب الحياه الصحي هيلثي لايف ستايل، ونفذوا الإرشادات والتعليمات اللي هقولها عشان كل واحد يوصل للمستوى الصحي اللي هو يتمناه. وفي النهاية بتمنى للجميع الصحة التامة والعافية وإنه يكون في أحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.